جبدوها القراوة ما من عندك مصادر شوية عثمانية. حداك، أعطيني مصادر عثمانية، سمي لي غير مصدر واحد ماشي والباقي عليا مشكل، أنا. ماشي سمي مشكل. لي مصدر شنو واحد انت شوف عز والباقي اللي عليا بغي أنا، وانت يدخل، نطلع لك ما نطلع تشغلش لك بالك. ونطلب منك الاعتذار. اسمعي اسمعي اسمعي، نهضر معاك. ما كان تاريخ اللي قراته الأمة، اللي قراته اللي قرأ العالم، يكون العالم للرسائل العالم القومي المتفق عليه، التاريخ المتفق عليه. تساعدك انتم اين لكن تاريخ جي عندكم كاين متفق تاريخ، عليه يا صاحبي انتم؟ لكن جي نتين تاريخ تاعي، التاريخ تاعي نقسمك بيه على أربعة، التاريخ اللي يلا عندي اعطيني أنا، دابا، تاريخ اعطي الجزائر يلا دقيقة، انا نقسمك بيه على اتحداك دابا قدام هاد الناس، انت غتقسمني في تاريخ بلادك؟ ارى لي من حكم الجزائر من 10 أنا. شوتنبير قلت لك 1962 الى غاية شوتنبير 1963، وديما كتسمعها عندنا، 62، ديما كتسمعها. 62 و63، 62 و63، في ميزك انت، في ميزك انت ما نعرفوش. لا اعطي لي انا، لكن انت كتعرفو في اعطي لي ميزك انت ما نعرفوش. انا، اعطي ماشي لي. بن بالله، هو اللي استلم، شوفي هو اللي استلم رسالة دوغول باعترافه بالانسحاب من الجزائر، شكون هو هو؟ اللي اشرف على الانتخابات، هو اللي اشرف على الانتخابات. شكون نبين هو؟ لك بلي نعرفو يا بنتي، اي شكون نبين لك هو؟ بلي نعرفو، اي شكون هو؟ باش نبين. اسكو تاكدتي دروكا بلي واغي نعرفو؟ شكون هو؟ اي اسكو شكون هو؟ تاكدتي دروكا عطيني بلي اسمي، نعرفو؟ شكون هو؟ نخليك هكا يا نخليك، ودي غير ما شكون هو؟ تقولكش. عطيني انا شكون هو؟ عطيني شكون هو؟ اقسم لي انا، عطيني شكون هو؟ لا لا، قوي 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 عليك، وعندي يا تاريخ ودي والحمد عطيني غير لله يا شكون ربي. هو؟ انا قوي بالجزائر وانت ضعيفة بالمغرب، عطينا انا غير قوي شكون هو؟ بالجزائر يلا وانت انت ضعيفة بالمغرب. واش كتسمعني؟ انا شكون قلت لك، هو؟ الاسم. وكيفاش سأليني سؤال كيما هذا؟ علاش سأليني انا سؤال كيما سولتك جاوبني، شنو من هو اسم علاش سأليني رئيسك؟ سؤال كيما هذا؟ الاسم، عارفين انت؟ ما الاسم. عرفوش، ما عرفوش انا انا، ونزيدك، ما ماشي هو اللي نعرفوش انا، استلم ما نعرفوش الرسالة، وليس هو من انا. استلم الرسالة ديال ديغول الاستفتائية، وليس هو من أشرف على الانتخابات. خطأ. يلا واعطينا شكون. ليس هو، اعطينا شكون. وليس هو من كتب مذكرات اتفاقية ايفيان. يلا اعطينا شكون. يا وشتي، وسليم التومي، وسليم التومي اللي كتكلم عليه لا علاقة له بسليم الأول الإمبراطور العثماني اللي كانت فترة الحكم ديالو منذ سنة 1512 إلى 520. لم يكن آنذاك سليمان القانوني من ساعد بربروسا. أنت باغي تقسمني، حتى يكون عندك بعدا تاريخ وجي قسمني به، حتى يكون عندك تاريخ وجي قسمني به. بزز منكم بالسيف منكم، باغي حياتك ما عندكش أخويا أمين، ما عندي ما ندير لك. شو كي شديتي المايك دابا ما بقيتيش حليتي، صميت لميت، سير قلب عليه. قلت لك مادام حلفتي، قلت لك مادام حلفتي، قلت لك مادام حلفتي روحي. ونتحداك انت وتبون الى كاتبينه حتى في الوزاره ديالكم انتوما، كاتبين شيء واحد على رئيس 1962 1963. نتحداك انا، جيب لي دوت جوف كاتبين فيها شكون هو الرئيس، تا واخا تقلب بلادك كامله، تقلبها كامله ما غتلقاهاش، لان تاريخك انت موجود اليوم في المكاتب الملكيه المغربيه، تاريخك اليوم موجود في المكاتب الفرنسيه، المكاتب الاسبانيه، البرتو، الا المجال الحضري الواسطي الذي لا توجد فيه وثيقه واحده تدعي الملكيه. انت كلك باقي مرهون صاحبي، ما باغيش تفهم، انت بتصويرتك بحال هكا في ديك البلاصه اللي باقي واقف فيها تحت منك ما عندكش الملكيه. انت مازال والله ماكرون ما سمعتوش من ملي دروكا. كيجي للجزائر، وانا مزيان انا ما باغيكش اصلا تسمع 20 سكوند من منك. كلامك، والله ما سمعته، والله ماشي ما سمعت مشكل، 20 سكوند من كلامك خالص. لان الى سمعتي غتكره راسك وغتعذف راسك انت حتعيش اصلا. تقدري تعاودي؟ والله ما تقدري تاثري عليا، راني نحلفها والله ما تقدري. يا ودي كون كانت فيكم النفس كنت رجلتوا شحال هادي، انتم ما عندكمش النفس، واش نديروا لكم حنا نخلقوا الرابوز؟ الحمد باش لله نخلقوا يا ربي، الرابوز. الحمد لله يا ربي. رانا نثبتوا يومين بلي احنا رجال، يومين باينة بحال فرحة مهني راجل اخويا بالرجل، راجل اخويا سنطح لي تبون هكا راجل. واحد كل واحد وفهمته، كل واحد المفهوم تاعو للرجولة. واش راح نقول لك؟ وراء كل واحد شوف، كيفاش يشوف احسن الرجولة. اثبات، احسن اثبات، احسن اثبات هو انك ما عرفتيش شكون اللي حاكمك من 62 63. احسن اثبات عبد الرحمن فارس يا بنتي، يا عبد الرحمن عبد فارس. خطأ. شكون بن خدة؟ شكون رئيس حكومة؟ رئيس حكومة تقصدي؟ رئيس حكومة ولا رئيس شكون؟ باغي تقسمني بالتاريخ انت؟ سيروا جيبوا تبوني حاور، راه ما بقاش فيكم. عبد الرحمن قولي والله، قولي زيدي حلفي، قولي والله ما هو. اقسم بالله ما عبد الرحمن فارس. انا قلت لها، قلت لها اللي استلم عبد الرحمن فارس اللي كتكلم عليه. استلم الرساله. اسمعني الجزائري، اسمع عبد الرحمن فارس اللي كتكلم عليه. تفضل تفضل. هو اللي كان في الجزائر يحكمها من 3 جويي
1962 حتى ال 15 سبتمبر 1962، يعني حكم جمعة جاب من بالله اوت سبتمبر وما بقاش. حنا كنقولوا ليك داكور من 15 سبتمبر 62 ل 15 سبتمبر 63 62 ستانين لا باس، مده طويله هذه. شتي انا مغربي والملكه مغربي وكنعرفوا الرؤساء ديالك فوقاش حكموا من إيلا. انت ما عرفوش حتى الاسم، ما عرفوش، خليك من إيلا. لا درك ما تقوليش انا مغربي باسكو هذا مغربي، طلع لي اي مغربي وطرح ليه نفس السؤال. انت عايش 25 سنه مغربي، اذا ما جاوبش لا هو العقل. شوف مغربي اذا لم يجب، انت عايش 8 ايام في السمانه، عايش 8 ايام في السمانه، عايشهم للجزائر. سمعتني؟ اسمع دونك سي نورمال، سي نورمال. اسمعني واه، ما تحيرنيش. مغربي لما جاوبش على هذا السؤال عنده الحق، لانه في الاساس غيقول لك انا سولني على بلادي. من العيب انني نسولك انت كجزائري وانت ما عارفش شكون حكمك من 62 63. تخيل معايا احنا 12 قرن. شكون اول رئيس حكومه في المغرب بعد الاستقلال؟ سميه لي اول رئيس. ما عندناش رئيس حكومه، ما عندناش بعد الاستقلال رئيس حكومه. انا جزائري نعرف تاريخك خير منك. اما شكون اول رئيس حكومه للمغرب بعد الحمايه؟ ما نقولكش بعد الاستقلال، شكون هو؟ راك تخمم. احنا كان عندنا حمايه، نهايه الحمايه ماذا؟ حكومه. دقيقه، نهايه الحمايه ماذا؟ هو رئيس حكومه. انا كنجاوب. اسمع ايوا خلينا اللي كان انك بصح ما كانش حكومه. اسمع لا كان مجلس الحكومي، ماشي الحكومه ديال 2011 بالتعديل الدستوري. طابيتي في جوجل. علاش انا ما كتخلينيش نقول لي شكون هو؟ علاش استاذ انا ما كنخليش واخا نقولوا لي شكون ولا تسال؟ خليك تهضر. لا باش ما يدوش. والله غير مخليك. لا قول لي دركا، قولي لي دركا مالك. ماشي نقولوا الاسم الياس. نقولوا ماشي مشكل. مبارك بن بكاي. مبارك بن بكاي هو اول جمعيه حكومه في المملكه المغربيه، ولم يكن رئيس. انا وكان ضابطا في الجيش الفرنسي. ضابط في الجيش الفرنسي. صبر هذا دابا هادشي علاش ما بغيتينيش نجاوبو الياس؟ اصبر. باغي تهرب لينا اخويا؟ جيب لي سنه. صبر. احنا ما عندناش تاريخ. وحنا عندنا ملف في هيئه الامم المتحده. سيت ان سكري بور بيرسون، سيت ان سكري بور بيرسون، تو نابرون ريان اخويا العزيز، روح واصل. ناري الفرنسه اش دايره فيكم اخي؟ احنا ما عندناش تاريخ. وحنا عندنا ملف هيئة الأمم المتحدة في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، وحنا البوليساريو، وحنا الريف، وحنا كل شيء، حنا خايبين. جاوبنا أنت، لماذا لا توقعون بما تؤمنون به مع القبائلين؟ علاش ما ديروش لهم استفتاء؟ وي هذا السؤال للمرة الألف، راه نعطيك نفس الجواب، مش راه نعطيك جواب واحد آخر. ملي بدينا الحساب، ملي بدينا الديالوغ هذا، وانت بوزي لي لا ميم كيسيون، رانا نعطيك لا ميم ريبونس اسي محمد. نعم. الماده 30 وتفعيل الماده 30، الماده 30 لا ما كاينش سبب يخلينا الفلان نفعلوها. لا هناك سبب، هو انه هاد الناس. انا قلت في مخيلتك انت فقط. انت ولي وليك بدا. اسمع هاد الناس عندهم ملف اليوم سيطرحوا وسيتم الاعتراف بدوله. مادام انتم متاكدون بان القبائل الجزائريه، لماذا لا توقعون على استفتاء في المنطقه؟ ياك انتم كتقولوا ديالكم ديروا استفتاء، اثبتوا. اسمع سؤال يا سيدي، الا بغاو يكونوا جزائريين يكونوا، بغاو يكونوا قبيليين يكونوا، شنو انت منين خايف؟ ممكن سؤال انا مالي خايف؟ ما والو، كان بالك بلي ما نخاف من والو. ماناش خايفين با، ما نقول لك ما نخاف من والو. ولكن الياس قبل الياس تكمل معاه، ولكن غنرجع للبكاي. واه ايه نقول ضابط في الجيش الفرنسي. كمل معاه. كمل معايا القبائل استاذ، كمل معايا. قلت لي نديرو استفتاء عادي لتثبت الجزائر بان القبائل الجزائريه، عادي بكل بساطه، لان القبائل لم يطالبوا باستفتاء.
يا صاحبي راه القبائليين هم عندهم ملف هيئة الأمم المتحدة، الناس هي كتعترف بالدولة. والله لو كان يدخل لبلاد القبائل سيشحل هذاك البلد، لا لا يشحل يشحل. سيسحل طبعا، أنا لأن نهضر النظام معاك، الجزائري نعلم أنا نهضر بأداء معاك، وحشياته. اسمع، النظام سيسحله الجزائري أبناء نعلم جلدته، سيسحله أبناء تيزي وزو. نعلم بأن من سيسحله هو النظام الجزائري. النظام الجزائري لا يخفانا بأنه نظام، ما نتذكروش فيه، نظام إجرامي بامتياز. اليوم نحن لا نتحدث جاوبت على بالصلاح سؤالك. القوة، نحن لا لا ما جاوبتيش، نحن ما كنتكلموش بالقوة، نحن نتحدث بالحق وبالدبلوماسية. لماذا لا تعطون للشعب القبائلي الحرية في اختيار مصيره؟ أراد أن يكون قبائلي، أعطوا لهم الاستقلال. قرروا أن يكونوا جزائريين، أخليهم معكم جزائريين، ولكن مارسوا ما تقول. كيفاش أراد أن يكون قبائلي؟ الله يسرك، والله ما نفهم هذه. لو كان كيف أراد أن يكون قبائلي؟ هو قبائلي وش بيك يا عبد ربي؟ وش بيك؟ يا أخي كيف أراد أن يكون الناس قبائلي؟ بغى دولة ديالها، الناس بغى مشروعية دولة، يريدون إقامة دولة كما أهو كانت في دولة لهم الجزائر سابقا. معزز مكرم، لا أهو في يريدون دولة الاعتزاز الجزائر، بكم، بل يريدون والله لا راهم عايشين لا خير منك، لا والله راهم لا 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 والله غير راهم عايشين يا عيشة غنية، أستاذ، راهم عايشين الناس كل الجميع. تعزهم شوف، كل شيء عايش. راهم في ايه. شوف، العيش كل شيء عايش. إذا جينا ننظروا على مقياس العيش، كل شيء عايش. نحن نتحدث عن متاحين متاحين الترفيه. الصحراويين والريافة قدامك، الصحراويين والريافة نعم، تفضل. بما أن الصحراويين لهم مطالب، فحتى القبيليين لهم مطالب. أعطوا المطالب. صحراوي تحرري ليس انفصالي، صحراوي تحرري ليس حتى انفصالي. فرحات محني يقول بأن مطالبه ليست انفصالية، بل هو يريد استرجاع دولة. الصحراوي راهو في تندو في إسبانيا ومضطهد في العيون، اسكو القبيلي راهو في، القبائلي اسكو يعيش القبيلي، داخل القبائل ومضطهد. اسكو القبيلي، اسكو نتحداك طلع قبيلي لا قبيلي والله قبيلي انا انا نطلعها لك. ها هي سيدي، نتحداك ها هي طلع صافي قبيلي دركا. صافي ها لا هي. لا ما تديرش كومبات كوك، ما تجيبش وحده مخدوم، لا لا ما انا تجيبش وحده مخدوم، ما واخا تجيبش واخا وحده انا ميد ان خدمت مخدوم. واعطيني اسمع دقيقه استاذ، اعطيني دقيقه. جبدوها نقراوها من مصادر عثمانيه.